طال الانتظار وازداد الشوق والحنين إلى الأراضي المقدسة، وبفارغ الصبر وبدعوات صادقة من القلب استقبل حجاج بيت الله الحرام دعوة المولى عز وجل لزيارة الحرم المكي ومسجد حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. فرقت الأعين وذرفت عشقا، وتسارعت دقات القلب وتسارعت الخطى، حيث غادرت بعثة الحج التابعة للقوات المسلحة متجهة إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج لهذا العام، والتي ضمت العديد من الضباط وضباط الصف والمتقاعدين وأسرهم وعدد من أسر الشهداء ومصاب العمليات الحربية. وقامت إدارة الشؤون المعنوية وجمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب بمراجعة كافة إجراءات الإعداد والتجهيز واتخاذ كافة التدابير والإجراءات للحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن. وقامت القيادة العامة للقوات المسلحة في تنظيمها لبعثة الحج لهذا العام بمراعاة الكثير من الاعتبارات، وتنظيم لقاءات دينية لشرح المناسك والإجابة على استفسارات أعضاء البعثة من خلال نخبة من كبار العلماء. وعمت جنبات مطار القاهرة الدولي مشاعر إيمانية صادقة تملأها الفرحة والرجاء في إتمام المناسك. الحمد لله بتنظيم القيادة العامة بحج بيت ربنا إن شاء الله السنة دي، وأتمنى إن ربنا يتقبل. أنا بشكرهم شكر كبير جدا، وربنا يتقبل إن شاء الله بإذن الله. ونشكر القوات المسلحة على اللي قدموه لنا، ونشكر الرئيس السيسي المحترم اللي حسسنا إن إحنا أولادنا عايشين ما ماتوش. أنا بشكر الدولة كلها، لسه لحد النهاردة الدولة بتكرم حرب أكتوبر 73. الحمد لله بفضل الله ربنا أنعم عليا بفريضة الحج بعد ربنا سبحانه وتعالى، طبعا رئيسنا العظيم رئيس السيسي.